السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عسى جميعكم بصحة وعافية. ومشوف هذا الفيديو، أنا عبد الهادي من قناة فيزن اندولشنت. خبر غريب وفكاهي ومخالفة غريبة دفعتها سيدة بمقاطعة شمال الراين تتعلق بالبارك شايبة. حطت البارك شايبة وراحت، فرجعت لقيت مخالفة موجودة على بلور السيارة. وقت راجعت المرور وقالت له أنه أنا كنت حاطة البارك شايبة، قالوا له أنه اللون الزهر غير مدرج بقوائم المرور. وبالصدفة لقيت هاي القطعة موجودة بمحل التدي وبالصدفة لقيت هاي القطعة موجودة بمحل التدي وعليها ملاحظة مكتوب عليها مثل ما حيظهر قدامنا على الشاشة، انه هو ممنوع يستعملها بشكل رسمي وغير مدرجة بقوائم المرور الموجودة، فلذلك هي عبارة عن ديكور فقط لا غير. انتو لازم تستخدموا الزهر، او خاصة للصبايا اللون الزهر ممنوع وما بيعتبر رسمي بقوائم المرور. فلذلك ملاحظة بسيطة حبيت شاركها معكم، وبشوفكم الفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.